مرحبا، اليوم معنا فيديو جديد من مدينة نابلس. كيف نصرف 5 دولار في يوم واحد؟ ممكن يضل معنا مصاري؟ خلينا نعرف ونشوف. كثير بالعرض بها تروح بسرعة. رح تكون وجهتنا الأولى لحلقة اليوم هي حلويات الأقصى. رح ناكل عنده كنافة نابلسية. تازي قطع جينا يا با قداش خير البرع يا با ما كم واحد أنا خدمه. كيف الكنافة يا شباب؟ فخمة عند أبو حمدي. بس أبو حمدي هاي الدولار أمر يعني 5 شيكل. قديش ضل معنا؟ 3.5. والمكان الثاني اللي رح نتوجه إله هو فلافل النصر. اليوم يوم التصوير العالمي. اوه فلافلات طيب. شكرا كثير. قديش هاي اشراف؟ قديش ضل من الميزانيه؟ هذه نص دولار يعني شيكل ونص. ضل 3 دولار. وجهتنا الثالثة رح تكون هي توست النصر. رح ناكل عنده سندويشة اسمها سندويشة سوبر، اللي هي مكوناتها جبنة صفراء ونقانق ومخلل وذرة. يسلموا ذاك يا ذكر عافية. قدية 2 دولار؟ 2 دولار أفضل؟ تحت الميزانية كمان 2 دولار. هلا وجهتنا الرابعة والأخيرة، رح نتوجه لوسط مدينة نابلس ورح نشرب كاسة شاي. قديش ضل الميزانية؟ يعني ضل. وهيك نختم فيديو اليوم كيف تاكل وتشرب. وهيك طبعا وهيك يا جماعة بيكون ختمنا الفيديو. احنا هيك صرفنا 4 دولار صرفنا 4 دولار في مدينة نابلس. طبعا خلصنا الميزانية هيك جاهز بالضبط 4 يعني دولار كل البادجت جاهزة. بس نحكي لهم اكلنا كنافة. المهم انبسطنا، مش مهم ال 5 دولار 4 دولار اللي راحوا.
اكلنا كنافه واكلنا فلافل وتحلى وايش كمان واكلنا سوبر سندويشة سوبر صحيح وهي بنختمها بكاسه شاي مرتبه بنشوفكم فيديو جديد ب 4 دولار ب 4 دولار 4 دولار يا جماعه تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب اهم شيء عشان ننسى الموضوع سبسكرايب ولهون نوصل لنهايه حلقه اليوم كيف تقضي يوم كامل ب 4 دولار في مدينه نابلس بتمنى تكتبوا لي رايكم بالحلقه في التعليقات